رحمة يوبي سوفت كونكت، الله يبارك لك. الله يرحمك. سيبوني اكل مرتاح بقى. في الستريم ده هنطينه. استنى اغسل بقي واجيلكم. شيل مكيف، ركب مكيف، لا فرصة ودي فكر ان خوف انا ما في خوف من كبير ولا. السلام عليكم. معلش شعري مبلول، بليت شعري عشان اصلي دلوقتي. امتى دي؟ شغلت تكييف عشان ال اسمه ده، شغلت تكييف علشان الهواء لسبب ما قرر ان هو مش عايز يخش من شباك الاوضه. يعني الجو بره برد بس جوه الاوضه حر. حاجه غريبه جدا والله. اي والله. المهم لعبه النهارده لسه واصله لي. اللعبه دي للاسف ما فيهاش مالتي بلاير، ولا كنت لعبتها مع الشباب باي شباب اي من جامايكا بس، وكان نفسي العبها بدكسيون بس هل اديها فرصه النهارده اجربها فيها. بسم الله. ايه ده الكوب جاي كومينج سون. جامايكا بتتفرج؟ كوب كومينج سون. ار ان ايطالي بات ان طيب انا عملت ايه؟ انا كنت برد على حد مسحت الجيم سيف بتاعي. حلو قوي حلو قوي. انا مسحته صح؟ طيب ايه اللعبه دي؟ اللعبه دي لعبه سواقات عربيات في الطين وكده ومرمغه وبتاع، فهي لعبه لطيفه ان شاء الله. خلونا نبدا اسمه ايه ده؟ خلونا نبدا اللعب. خليني بس عليه الصوت. Start a new game. يلا نبدأ من الأول. هنعمل إيه يعني؟ يا جماعة والله لازم الشاشة 4K دي غيرت حياتي، أقسم بالله والله العظيم. الله. قبل ما تخش في الإكسبيديشن خليني أعلمك البيزكس. يلا بينا نتعلم. أوكي. ماشي كده. الهاند بريك متشال تحت على اليمين. اوطي الصوت شويه كده. الهاند بريك متشال. دي عربيتي، ده انا، هذه حياتي، هذا انا، هذه حياتي. مش عارف غيرت حياتك. لا بسم الله. يلا بينا. انا بحب اللعب دي قوي والله العظيم.
الجرافيكس جامده. طيب ستيج كومبليت، خلصنا مرحله اولى، برافو. بس نور رانر ما هي نفس الكلام، هي دي اصلا اسمها. انا عايز اوطي صوت فوقيني شويه، انت كده صوت مش عالي كده، صوت احسن ولا كان ما كانش عالي اصلا؟ اللعبه دي اسمها اكسبيديشنز ا ماد رانر جيم. اكسبيديشنز ا ماد رانر جيم، فهي تبع ماد رانر اصلا، نفس الناس. طيب ستيج كومبليت، انا كده شديت فرامل. To move further, you will need to engage the all-wheel drive, making traversal of any terrain much easier at the cost of higher fuel consumption. المفروض ان جامايكا وعبقر خلاص بقوا فاهمين الكلام ده من ساعة آخر مرة. ماشي. كده أنا شغال بالأربع عجلات عشان بس نمشي في المية. ما نغرسش. نتحرك بسهولة. If you are completely stuck, you must engage the differential lock. This will help a lot. مش عارف ايه. اوكي ماشي ماشي ماشي. هنجيب lower gear يعني. اوكي لو نعمل كده. ونجيب اللو ونجيب الديفرنشال لوك. هو الديفرنشال لوك بالعربي اسمه ايه؟ هو اسمه ديفرنشال. اعتقد احنا بنقول ديفرنشال صح؟ ماشي. حلو. اوكي. انتر اكسشينج مود. On the left is your vehicle's inventory, the right is the resource area. Select the quest item to add your vehicle. اوكي. خدت انفنتوري تمام، ار بي واجيب اوتو ماشي، ونرجع ريفرس. تجهز غد هنتمرمغه بالتينة. هو كان عايز نرجع بظهر لغاية هنا يعني. ماشي. طب انا بعد 8 سنين سواقه اللي رجعني بسوق كويس هي العاب السواقه، حاجه غريبه قوي انا عارف، خصوصا ان انا بسوق يعني تراش، مش طرش تراش، بس دي حقيقه الصراحه. Adjusting the adjusting the pressure depending on the type of terrain reducing it will significantly improve traction. الحوار ده بنعمله لما بنطلع اسمه ده، لما بنطلع بر، ان انت تنزل العجل بتاعك شويه يعني، بص بتخلي البريشر اعتقد يعني كده، ومش كاتبين بس اعتقد 14 تقريبا، فالعجل بيبقى مهوي زي ما انتم شايفين كده، بس يبقى عندك تراكشن احسن، بتستخدم بنزين اكتر طبعا، دي حاجه مش كويسه، بس عندك تراكشن احسن بكتير. انا عربيك لا، في الحقيقه في حاجه اسمها اي ار بي. اي ار بي ده انه العجل بتاعي ممكن افضيه هواء، بس في نفس الوقت لو حبيت انفخ العجل تاني، العربيه فيها موتور كده بشغله، بنفخ بيه العجل تاني، فاهمين؟ فده بيبقى حلو عشان لو مثلا فضينا هواء مش لازم اروح ادور على بنزينه عشان ارفع الهواء تاني، فاهمين حاجه؟ حوار كده للاسف ما جربناهوش انا والشباب المره دي، بس كاستم ميد، مش جاي معايا. ماشي. ستيج كومبليت، اوكي. Expeditions will take you across long distances. For this, we recommend you taking fuel canisters with you. Okay. Bit benzene. Hell. Let me show the right. If you figure zones, use spare parts to repair the vehicle. نعمل كده. فين ال spare parts بقى؟ دامج كومبوننت، هو ايه يعني كل دول دامج يعني يعتبر كده؟ اوكي. ما اقدرش اعمل العجل. طب ايه، ما دي وحشه قوي يعني.
يعني لازم اهولد ال1 وانا بقلب وادوس ايه؟ طب صعب قوي. صلح العربية على الاخر عامة. ما اقدرش اصلح العجل طبعا. اوكي. خلصنا. وصلنا الحاجة. طيب. ديليفر. اكسبيديشن كومبليت. خدنا 3000. حلو. طيب دامج تيكن 0 بوينتس اد يوز فيول 23 لتر ديستنس 454 متر 4 دقايق او 5 دقايق وفيرست تريب وهيد تو هيد كوارترز. اوكي من اول هنا بقى ما اعرفش اللعبه فيها ايه. سيلكت دروب اوف ريجن ليتل كولورادو از بيرفكت بليس تو بون يور سكيلز. اه ده انا غصب عني لازم اختار ليتل. اوكي بمناسبه في مودز يعني انا اختار كولورادو ماشي. عندك هي فيرست اكسبيديشن دي تمام. بيقول لك الفيرست اساينمنت يو هاف تو جو ثرو ذا ماونتينز اند انستول راديو موديول ذات ويل تيك امبروفمنت سيجنال كواليتي اوف ذا بيس. اوكي عايزين نحط حاجه تعلي الاشاره بتاعه الراديو في البيس بتاعتنا عشان يجي لنا شغل وكده. هنطلع جبل هيكون محتاجين جاك سكرو كوريك وسايد بورد حاجه عشان الحاجات ما تقعش من ظهر العربيه. المسافه حوالي 1000 كيلو. الصوره سهله اوف رود. الترين فيه مرتفعات وفيه ميه. بري بايمنت هيدوني 1500 وانا رايح ولما اوصل يدوني 2000. الريوردز حاجات ما استنوا كده ما اعرفش الريوردز دي يعني ايه بس يعني مطلوب مني اخد اقل من 200 دامج عشان اخد 500 دولار زياده تمام. فتمام دي الاكسبيديشن بتاعتنا. هنختار العربيه. This is a list of your vehicles. Different vehicles are better suited for different مش عارف ايه. اوكي طيب انا عايز حاجه فيها تقريبا دي تقريبا انا محتاج دي لان محتاج حاجه فيها تراك من ورا فيها يعني اسمه ايه ده بورد فاهمين. فانا هاخد دي تمام. كارجو هناخد الكوريك واخد شويه بنزين وشويه سبير بارز وبس. انا اشتريت حاجات يعتبر بس تمام كده ماشي. انا معايا اصلا على فكره حاجات اهو. سوري هنا ولا ايه؟ طيب ريسورسز كذا 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 اظن انها كده جاهز تقريبا. ده انا ممكن اظبط العربيه بشكل كامل بس مش عايز اعمل كده الصراحه. لحظه ده تراك ستور. انا ممكن اروح لتراك ستور لو عايز. اوكي طيب كده حطيت العربيه. تيم This is a list of your specialists that are available to you. You can make them. اوكي ممكن اجيب معايا ميكانيكي ممكن اجيب معايا شخص حافظ المكان ممكن اجيب هيدرولوجيست ممكن اجيب مش عارف دول مين ممكن اجيب اوبريتورز ممكن اجيب مانجرز ممكن اوظف مانجر بس مش عايز الصراحه مش حاسس ان انا محتاج. اوكي فكده نقدر نعمل ديبلوي ستارت اكسبيديشن. ستارت اكسبيديشن ماشي والله لعبه جامده. حلو طيب يلا اكسبيديشن يوز ذا ميني ماب ميني ماب. اوكي ده بيقول لي بيعرفني الطريق اللي انا ماشي فيها يبقى عامل ازاي. شايفين مثلا هنا في ميه فلازم اخلي بالي وهكذا وهكذا وهكذا. ده شكلها جامده صح؟ انا ماشي بالراحه بس عشان من اهدافي ان احنا ما نتمشي جامد قوي. هل كانت محتاجه دريكسيون؟ هو ازاي غير فيو؟ انا حاسس ان اللعبه زي دي مش محتاجه دريكسيون قوي لان هي محتاجه ان انت تسوق من بره مش من جوه فاهمين حاجه؟ طيب تعالى نخليها اول ميل درايف وننزل من بره. دينجرس ووتر ليفل يوز ذا ايكو ساوند.
ايه ده؟ وفي عجلة باظت. يا اسطى طب يعني انت ليه حاطط لي الراديو هنا؟ انا مش فاهم يعني، مش فاهم والله. طب انا كده ايه الكلام؟ هذا لا كله كله تمام. Explore the nearby region using a drone. الموضوع كبير يا جماعه والله العظيم. موضوع كبير كبير يعني. طب عشان نطلع هنا عايزين نلف. ايه ده؟ هو ده الطريق بس؟ هو انا عايز اوصلها هنا بس؟ ايه دي يا باشا؟ ماشي. امرأة سهلة. يا لهوي العربية حدثت. الراجل ليه ساحب؟ عشان عنده حياته الخاصة، هو مش ساحب، هو خلاص بطل يوتيوب. عنده هيز اون لايف. ماشي استنى بقى عشان احنا هنا ايه بقى؟ محتاجين نها ونها. ليه بقى؟ عشان احنا طالعين هنا. وانا مش عارف ارجع ريفرس. كنت جايب لو بس حلو. عنده هيز اون لايف دلوقتي دكتور اهو. دكتور اطفال قد الدنيا. والله ايش وصلنا. ماشي دلوقتي اعمل ايه بقى؟ The visit the top of the mountain with a drone. ماشي غلط. ماشي تقلت العربية ثم نقعش من الجبل. يلا مش بعيد. مش مشوار. اوكي دلوقتي عايزين نروح فين بقى؟ Use the wrench to get your vehicle out of trouble. Attach to natural مش عارف ايه. باشا انا خلاص. انا اوريدي وصلت للمكان اللي انت عايزني اروحه من غير ولا ونش ولا بتاع. خلاص اهو ماشي. You can also find the wrench in the devices menu. ماشي. عايزيني بقى اطلع فوق بقى. يعني انا كنت في حته ثانيه. مش هل كده بقى وصلنا لفوق الجبل ولا ده اللي كنت عايزه؟ Deliver supplies. اوكي ماشي.
binoculars are nice. ايه ده؟ وانا لسه اروح هنا؟ ده انا هنزل كده وامشي كده كده كده. يا لهوي، لا ده لسه الطريق، لسه الطريق متعب. ازوم ازاي؟ ايه المنظر ما فيهوش تزوين ده؟ لا اهو. اوكي انا عايز اروح عند الدروب اللي هناك ده، يا رب الاقي قوم. اوكي. اكسبلور 89 اوف ذا اريا. درونز جميل، ماشي اوكي. في حاجة هنا كمان. وانا لو نزلت بدرون في المايه احسن ايه؟ خلاص عارف ان اجابه في ايه الدراما دي. طب ناقص ايه عشان ابقى 100%؟ مش فاهم. وانا لو قاعد احسن بيها. لا مش عايز اعرف. وادي التين الشوك بتاعته والله اللعبة وقعت في الميت. صراحة اللعبة عجباني. استنى بقى عشان هنموت دلوقتي. اللعبة دي عايزة ماتش بلاير. بس من جوه، من جوه العربية يعني. أنا خايف أجيب من جوه العربية بس أكيد في طريقة. مش كده. والله مش عارف إزاي. عندنا أبواق. اهو بس هو خاطر شويه. لقيت عظام بيقول لي اتس فاليبل تو ميوزيوم. ميوزيوم ايه اللي تشكل بطنك؟ سيلكت وينش بوينت. ازاي بقى؟ الحمد انا عارف انا بعمل ايه. صدقوني انا عارف انا بعمل ايه.
الله اكبر والله برنس. طب والله برنس بس انا مش صح ولا غلط؟ هو ليه؟ هو اكيد لا صح. الحمد لله خدت بالي. عارفين قبل انا نزلت من عنده ومشيت كل المسافه دي؟ فكر في كسلة ولا اعمل ايه انا بقى؟ ماله الجبل؟ لازم ارجع له. هو تقريبا 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 عايز اوصله الحاجه اللي انا خدتها من على اليمين هنا تقريبا. الموضوع مش بالصعوبه اللي انا كنت حاسسها. وهي محتاج بس هي دي اللي عايزها. هي دي اللي عايزها. انا جبت ال وال ما جابتنيش. الحمد لله. اوكي الله يمسيك بالخير يا جيمني. صغيره بس قويه والله. ما حصلش فيها الكلام ده الحمد لله. ماشي انا بقى جاي هنا تاني ليه بقى؟ هتقول لي اعمل ايه؟ Recover the ايه؟ Recover to the base and park the truck. Recovery. At any time during the expedition you can recover your vehicle to the field base. بس انا مش عايز اعمل كده. لحظة. Find and choose a base and طيب مش فاهم عايز ايه. Recover the base and park the truck. Recover the base. طيب هي دي البيز ولا دي البيز؟ دي البيز صح. بدوس كده ما بيرضاش. Open the mini map. اوكي
delete your waypoint. اوكي طيب دلوقتي اوكي اوكي دلوقتي بيقول لي اركن العربيه. ديشن كومبليت. ايه خلصنا؟ ايه ده؟ طب والله قشطه. طيب دي الحاجات اللي خدناها. دامج بوينت تيكن 1. خدنا فلوس كتير قوي، خدنا فلوس كتير قوي والله. اوكي فدلوقتي فتحنا حاجات كتير قوي. دي وانت ريتيرن تو ذا مين مينيو. تعال نبص على المودات كده مع بعض. مود براوزر جي ام ام اس ماني تراكس فريدز رانجلر. هلا فريدز رانجلر دي. بص كده على مدتها قد ايه اوريدي. تعال نبص على اللي اسمه ايه ده. انا عايز بس اماكن مابس. ده بختار حاجه واحده بس. لا طب تعال نكمل. نروح على دي برولوج. يلا عايز عربية بقى ايه لذيذة. هات دي وهات. ماشي مطلوب مني حاجة معينة. لوجيستكس اكسترنال رول كيج. حطيت الاكسترنال رول كيج. ميتال ديتكتور. يلا لا خلينا زي ما احنا كده. ديم للو. بس انا عجبني لونها اصلا. انجن التصبيب روك رولر كيت ليفت كيت رنش اكستندد رنش. هات الاكستندد رنش. ده انا معايا 32000. اوكي لا خلينا بقى نجيب موظف. ومطلوب مني اجيب واحد من دول. تعالى يا عم كونر. ديبلوي ستارت. ايه ده العربيه دي؟ طب والله لعبه لطيفه جدا. لطيف اتشيف. اوكي فيزيت بيز اكزيت. اوكي building module. ماشي بس هنبوكس فيها في مود. رحت الموتور يا عم. حط بيه يا عم. طب عايزين نشوف الطريق بتاعنا ايه نظامه. اوكي هنمشي شمال في يمين. هنمشي شمال في يمين. يلا خلينا بقى نشوف كده. والله يا علي يوم في جبل شمس. جمايكا يجي له فيها بي تي اس دي. دي ما ينفعش اشغل الوايبرز بتاعت المزايز عشان المزايز مضرب. انا مش شايف حاجه والله. انا ممكن الف الكاميرا اراوند. اوكي هو الطريق راح فين؟ معلش
امال انا ازاي كنت عايز امشي من هنا ولا مشيت غلط؟ انا كان المفروض اخش ولا لا لا لا, لا انا مش صح. يعتبر انا عايز بس اعدي من الشجر. انا عايز الف اللفه دي, الف كده. لا لحظه, لا 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 لا, هقول لكم ازاي. بص في المرايات, المرايات شغاله. شغاله بس فيها ايفكت. ايمن عايز الوضوح ده, مش عايز ازاز معفن. عشان كده ما بحبش السوق. لو كان دي ار كنت هبسط في السواقه, بس غير كده مش شايف حاجه. بس على كده مش هينفع. مش تتكلموا معايا وايه اللي بيحصل في الشارع. ايه ده؟ اوكي اللي بعده فين؟ دي سهلة. Looks like we need to head there, but we need to verify. Look around with binoc. ايه كده عايز ايه؟ عايز اعمل logistics. ما تسيبني في حالي يا جدع. ايه ده والله العظيم الواد ده مفيد جدا 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 جدا. يعني بيقول لي قلل البريشر بتاع العجل عشان ما نغرسش. محترم. الواد محترم. السؤال هنا, اللعبه دي مين؟ مين الشخص اللي لما بيشوف اللعبه دي يقول هي دي؟ ده اللي انا محتاجه في حياتي. السؤال التاني بقى, هي اللعبة دي ليه نزلت؟ لو اوريدي انا مش عارف موقف. لا لا لا, ايه ده كده اوكي. هادي بس يا اسطى, ما كانش قصدي ادوس كده والله, ما كان قصدي ادوس كده يا اسطى. بارمن المطهور. يا جماعه مش عارف والله, مش الزراير كتير يعني. دي فعلا محتاجه ديسيون. مش كان الناس في الشات مش مهتمه في اللي بيحصل فيها ده؟ هم في حته ثانيه خالص. ايوه
الحمد لله. حط فيول. معيش فيول. نايس. تريب يا عم سيبها على الله. هات الحاجات الغاليه وسيبك من الحاجات الرخيصه دي. وهات الفيول ده. وهات السبير بارز دي بسرعه. صلحي بقى اي حاجه محتاجه تصلح. ماشي تريب تاني. ايه ده يا باشا؟ ايه ده يا باشا والله؟ انا عملت ايه؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ يابا وين اللي رايح هناك تاني؟ نزلة سهلة بطلع كان زفت. مش طيب. انا فاكر ان احنا غرزنا طلع ال طلع بتوبه هنا بس تعبانة شوية. وادي الشجرة مش عايزينها. خد اللعبة كريش. والله يا اخت زينب شكلك انت الوحيدة اللي بتتفرج على اللعبة دي. ولا حد فاهم ايه اللي بيحصل، ولا حد شايف المعركة اللي انا داخل فيها مع نفسي دي. فعلا انا بحبها. ايه دخلني من هنا؟ وادي الموتور. انا مش شايف انا فين الصراحه. انا حقيقي ليه دخلت من هنا؟ عمال اوقع على الشجر. والله وصلنا حاجة ما اعرفش ايه، بس وصلنا لحاجة. هو انا عايز ايه يعني بالظبط؟ مش فاهم. بستكشف بس يعني، بس كده خلاص. هو ده اللي انت عايزه مني؟
ده طبعا كفايه. تسعة وثمانين في المية اهو، 92%، 95%، 98%، 100%، خلاص؟ خلاص المهم اللي بعدها خش يمين، اوكي. لا ما اكتشفت ان هو حسب الشجرة وحجمها عامل ازاي ممكن تعديها عادي. لسه مصلحك. وصلنا بالسلامة، مبروك. اكسبيديشن كومبليت. تيك less than 200، والله احنا خدنا less than 200 دامج، والله كويس. ماشي خدنا 17 بس دامج، حلو. خدنا جبنا كوارتز فبعناها، جميل كده. جربنا ليتر كولورادو، جربنا كارباثايانس، اريزونا كونكويست. انا عايز بس اشوف شكل الماب اريزونا عامل ازاي يعني، مش اكتر. بقول لك ايه، ايه العربيات الموجوده الاوفر؟ انا عايز عربيه اوفر قوي. ايه ده؟ ده ارخص واحده ب 25,000. لا دي مش ارخص واحده، اوكي. صح، عربيتك مش موجوده، مش في دي، موجوده في سنو رانرز، مش موجوده في دي. خلينا نشوف كده. جيم مش موجود. مود براوزر. طيب عايزين دي جولايث. ماشي اول مود زادن داونلود، حلو قوي. وبعدين كونتينيو، بعدين اريزونا، ماشي دي ازاي بقى اجيب العربية اللي فاكر كنا بنعمل حاجة عشان يطلع لي اخر واحدة كانت تبقى ولا هتبقى ايه؟ لا فين الجولايث؟ ولا لازم فري رومينج ولا مش عارف اجيبها ازاي. هات لي يا باشا، هات لي يا باشا، هات دي. ماشي ايه ده، ما اخترتهاش. ما كنت عاملها مودنج يعني. هيت فايندر ولا ايه؟ كاميرا تراب. ماشي انكر ديبلوي. عايز بس اشوف شكل الماب عامل ازاي.
هي اصلا محتاجه تروح ميكانيك اوريدي. الاصوات دي مش طبيعيه ابدا. Seems we don't have many options for leaving base. Let's look around. Okay. ايه ده؟ ايه ده؟ The totem points to a safe path. Should be helpful to keep an eye out. يا عم سيف باث ايه؟ يلا بينا. هي! نهاية جميلة أوي الصراحة للستريم النهاردة. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا النهاردة بالستريمات. أنا جبت آخري خلاص. فأتمنى تكونوا انبسطتوا. أنا انبسطت. أنت انبسطت؟ أنا انبسطت. أنت انبسطت؟ نروح نتفرج على ستريمات ولا حاجة. نروح ألعب شوية ريمبو 6 يمكن كمان تاني مع الشباب. فشكرا لكم على المشاهدة العطرة. وأنا سأراكم إن شاء الله في وقت لاحق. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good night.